month death bath. الكلمات اللي في الانجلش الاخيره تي اتش، في ناس كتير بتسالني السؤال ده وبيقولوا لي لو احنا جمعناها النطق بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ نطقها هيبقى صعب، فصعب قوي انك تقول وانت لسه بتتعلم انجلش تقول months months. انا عضيت لساني وانا بقولها، صعب جدا تقول deaths. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. انا جايب لك النهارده حل سهل جدا، انك بدل ما تقول التي اتش وبعدها اس ممكن تقول التي والاس. دايما النيتفز حتى ذات نفسهم بيعملوا كده عشان تسهيل النطق، فبيقولوا ايه؟ months months debts debts يعني وفيات، many debts وفيات كتير، bat اللي هي جمع حمام حمامات، bat bat. خد بالك ان months ليها نطق تاني اللي هو months، بس التي كمان ممكن تتشال وتقول الان الان اس، بس كل ما تلاقي تي اتش اس انت التي والاس بس. Thank you.